معارضة على الخصوص اتهمت الحكومة بأن هي سبب أزمة طلبة كلية الطب، وقالت إن تصفية الحسابات بين وزراء أو اختلاف قائم بينهم هو الذي شجع الطلبة أكثر على مواصلة مقاطعة الامتحانات. نود أن نعرف حقيقة هذا الأمر. ثانيا في نفس السياق، قيل إن وزير المراوي لم يخبر بتناول الكلمة، وأن هناك صراع ما بين وزراء حال دون أن يحضروا، أن الاعتذار كان وهميا، وأن الإشكال وقائم بين وزراء في تدبير قطاع الصحة بين، وذكروا حتى اسمكم أنكم كنتم في لجنة الحوار واقترحتم أشياء تختلف عن ما اقترحه وزير المراوي وما اقترحه وزير الصحة. نود أن نعرف حقيقة هذه الأمور، استجلاء الحقيقة، وشكرا. شكرا شكرا لكم حضرات السيدات والسادة رجال ونساء الصحافة والإعلام على تفضلكم بطرح هذه الأسئلة طبعا التي تتيح الفرصة للحكومة للتفاعل حول جملة من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام عموما. فمجلس الحكومة اليوم هو مجلس حكومة انعقد بعنوان عريض وبارز، هو عنوان الإصلاحات في مجال الصحة. طبعا مجلس حكومة صدق على 5 ديال المراسيم ومرسوم متعلق بصناعة التقليدية، لكن الشق الكبير ولا الحيز الكبير كان لموضوع الصحة. 3 ديال المراسيم مهمة جدا كتجي في إطار الإصلاح الكبير الذي يقوده جلالة الملك اللي مرتبطة بجي اس تي للمجموعات الصحية الترابية والمجموعات والوكالة الوطنية للأدوية والوكالة الوطنية للدم. لكن ما فيها بس، وطبعا كاين مرسومين اخرين كيتعلقوا بالزياده في الاجور العامه اللي هي واحد من المخرجات ديال الحوار الاجتماعي، واللي في الاسبوع الماضي صادقنا على 31 مرسوم، والان كيتزادوا هاد جوج المراسيم اللي طبعا تيجيو في اطار حوار اجتماعي شمولي مع المركزيات النقابيه. دابا الان نتكلموا اولا على ملامح الاصلاح في قطاع الصحه. ملامح الإصلاح في القطاع الصحة كترتكز على 4 ديال الركائز أساسية. الموضوع الأول هو موضوع الحكامة. المراسيم الثلاث اليوم كتنخرط في هذا، كتجاوب على هذا السؤال ديال الحكامة. المجالس الإدارية على المستوى ديال لي جي اس تي، التركيبة ديالها، يعني الأمور المرتبطة بالتدبير ديالها. أيضا المؤسستين ديال الوكالة ديال الدم والوكالة ديال الأدوية، هذا الجانب المرتبط بالحكامة. فيه أيضا عناوين واحدة أخرى مرتبطة بالحكامة على المستوى المركزي، إعادة الهيكلة، وأيضا هذا الشيء ديال التفعيل ديال هذه المؤسسات. الركيزة الثانية هي الركيزة ديال الموارد البشرية. الموارد البشرية هي جزء أساسي في الإصلاح لقطاع الصحة. كان واحد الإصلاح كبير اللي هو الإصلاح المرتبط بالزيادة في أجور الأطباء عبر إقرار رقم استدلالي 509، واللي أعطى إمكانيات كبيرة للأطباء. اليوم حنا الآن هاد المرسومين الجديدين كيعطيو هذاك الزيادات المقررة بالنسبة للممرضين. طبعا الركيزة الثانية قلت هي الموارد البشرية. الركيزة الثالثة هي الركيزة المرتبطة بالعرض الصحي. حكومة تلقات الإصلاح ديال إعادة الإصلاح ديال 1400 مستوصف ومستشفى ديال القرب على المستوى المحلي. الهدف هو تحسين ذاك الولوج للمواطن لأول نقطة صحية والتوجيه دياله بشكل سلس نحو يعني الهيئات الاستشفائيه اللي خصو يلجا لها. الركيزه الرابعه هي الركيزه المرتبطه بالرقمنه، واللي عملت فيها الحكومه مجهود كبير، وطبعا الرقمنه من اجل تسهيل اخذ المواعيد والولوج الى الاستشفاء عموما. قررنا هاد الجوج ديال المراسيم اللي تمت المصادقه عليهم اليوم اللي فيهم هاد الزياده، وطبعا سوف يتم مناقشه مختلف القضايا الاخرى مع السيد الوزير المعني اللي غيتلاقى مع النقابات قريبا جدا. بخصوص موضوع ديال الاجتماع الذي كان بالامس على مستوى البرلمان، دابا السؤال اللي طرحته الاستاذه، هل هذا الملف يخص وزير التعليم العالي او لا يخص وزير الصحه؟ كاين اللي قال يخص وزير العلاقات مع البرلمان، لاباس ما قلتيش انت العلاقات مع البرلمان. فلكي نكون يعني، لأن أعمال العقلاء منزهة عن العبث، هذا الموضوع هذا تمت مناقشته على مستوى البرلمان وتم التذكير مرة أخرى.
بمختلف النقط التي تناولتها الحكومة وقدمتها في هذه الندوة الصحفية. البرنامج ديال الزلزال هذا برنامج اللي مكلفة به لجنة بين وزارية يترأسها السيد رئيس الحكومة، وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري، حينما تجتمع تتابع الإنجاز ديال مختلف المشاريع اللي في البرنامج الاستعجالي، وتتابع مختلف القضايا المرتبطة بالمسائل اللي تكلمتي لها. في كل مرة يتم هذا الاجتماع يتم التواصل حول حصيلة هذا الاجتماع هذا، فهذه الهيئة أو هذه اللجنة بين الوزارية تقوم بالتواصل حول مختلف الإجراءات التي يتم إنجازها في هذا الاتجاه. بخصوص الموضوع ديال اللي جا في سؤالين واللي كيرتبط بالتناول الكلمة في الجلسة العامة، يجب أن نتفق بأن تناول الكلمة في الجلسة العامة عنده واحد المسطرة، هي سهلة وبسيطة وواضحة. المعني بالأمر أو الفريق المعني بالأمر يخبر البرلمان الذي يخبر السيد رئيس الحكومة. طبعا أنا أقوم بهذه المهام لأنني منتدبا لدى رئيس الحكومة في العلاقة مع البرلمان. يتم إخبار الوزير المعني، وللوزير المعني الحق حسب منطوق المادة في النظام الداخلي في الحضور من عدمه. إذن ما قامت به هذه الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان هو أنها احترمت هذه المسطرة من ألفها إلى يائها. شكرا لكم.